السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نرجع دلوقتي مع بعض البلاور دون. والبلاور طبعا بينفع في حاجات كتيرة جدا، ولكن علاقته ايه معانا بالنسبة لدهان العربيات؟ البلاور بينفعنا في المرمات، لو معاك مرمة سريع في حرف باب، في حرف رفرف، في حرف صدام، بتستخدم فيها البلاور. بتسخن على المرمة اوام، يعني 10 دقايق او 5 دقايق بيكون سخنها لك، بتقدر ان انت تسحب وتلمع فيها مفيش اي مشاكل. فهو في حكايه الدهان بينفعنا في كده، هو وتسخن بيه برضك لو عايز تدفي بيه حاجه اكسرام تستعدله مش. فهو يعني استخدامه كويس ان يكون معاك بلاور، يعني حاجه مهمه يعني. فان شاء الله يعني هنشوف دلوقتي الفيديو طريقه تشغيله وبيشتغل ازاي، والسخونه بتطلع منه عامله ازاي. ان شاء الله. بس اهم حاجه حبيبي ما تنسناش في الدعاء، الله يبارك لك لأمواتك وأمواتنا وجميع أموات المسلمين. وتشترك في القناة، وفي رابط لقناة تانية هسيبهولك. القناة التانية دي بتتكلم بالأخص عن دهان وتلميع العربيات والرش في الكابينة والتجهيز من أول مرحلة تنزيل المكسور والمعجون وصنفرة المعجون بالمكنة والبطانة وسحق الفيلر والرش في الكابينة. فقناة إن شاء الله هتعجبك، يا ريت برضك اللي اشترك فيها الله يبارك لك. ومتنسناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.